وصلنا إلى النتائج التي كل توج بالمرتبة الأولى والثانية والثالثة، أيضا هناك منصفة في المرتبة الثالثة. ما لاحظناه هو أنه كان تنافس، يعني إن صح التعبير، تنافس قوي جدا بين الفرق، وكان هناك حضور قوي جدا للفرق. مشاركتنا في هذه الأيام الوطنية نسأل أن تكون ديمومة، وكما نشكر جمهور طرف المضياف اللي لقينا يعني ترحاب واسع من طرفه. شفنا انه كاين فرق يعني في الطبعه الثانيه هذه، لانه كنا في الطبعه الاولى الحمد لله، في هذه الطبعه الثانيه الفرق بكثره والطلبات بكثره، واكيد راح يكون ان شاء الله الكل ناصي في هذه الايام ان شاء الله.